ومعنا عبر الهاتف من ولاية بوخا بمحافظة مسندم الزميل نجم بن عبد الله الشحي ليطلعنا على مستجدات الحالة الجوية في محافظة مسندم. مساء الخير أخي نجم. مساء النور واهلا وسهلا فيكم وبجميع مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون سلطنة عمان. هل لك أن تضعنا على آخر المستجدات لأمطار الخير والبركة التي هطلت في محافظة مسندم، وكيف هي الأجواء حاليا هناك؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. محافظة مسندم كغيرها من محافظات السلطنة نعمة اليوم بأمطار الخير والبركة. هطلت الأمطار فوتت الغزارة على جميع ولايات المحافظة بشكل عام. ربما كانت أكثر غزارة في ولاية دبا، حيث شهدت الولاية هطول أمطار في بعض الأحيان منذ ظهيرة هذا اليوم، سالت على أثرها جميع أودية الولاية، مما ادى الى امتلاء حوض سد خب الشامسي او سد دبا الذي انشئ في عام 2007، ولاول مره منذ انشائه يمتلئ هذا السد، بل ويفيض السد حقيقه لاول مره، مما جعل الحقيقه استبشار اهالي الولايه المزارعين بهذه الامطار وبهذه المياه التي تتدفق الى مزارعهم، حيث كانوا يطالبون حقيقه دائما فتح مجاري هذا السد لكي تسقي هذه المزارع. كذلك هو الوضع ايضا في ولايه خصب، ايضا جرت اوديه ولايه خصب بشكل عام. كذلك هو الوضع في ولايه بوخا، الشعاب جرت وسالت في الولايه. الامطار كانت في فتره الظهيره، ايضا في فتره ما بعد الظهيره ربما خفت الامطار بشكل ما، ولكن بعد العشاء تقريبا في الساعه الثامنه عادت الامطار في ولايه دبا كما اكد اخوه هناك الجريان. ادت الامطار حقيقه ايضا الى انقطاع الحركه المروريه في بعض الطرق الداخليه في ولايه دبا وكذلك في ولايه خصب. اما الطريق الرئيسي المؤدي من خصب الى تيبات، خصب الساحلي، فهذا الطريق ولله الحمد لم يشهد توقف الحركه المروريه وكان سالكا طوال الوقت. ايضا من ضمن الحالات التي كانت موجوده في ولايه دبا انقاذ حقيقه الاخوه من المواطنين، وايضا بمساعده الهيئه العامه للاسعاف انقاذ 2 الاخوه الوافدين الذي جرفتهم الاوديه هناك في ولايه دبا، ولكن تم ولله الحمد هم بحاله مستقره وبسلام حتى الان. يعني الحركه المروريه لا تزال منقطعه في بعض طرق ولايه دبا الى الان مع عوده الامطار الغزيره وايضا تدفق الاوديه بشكل غزير حتى الان في الولايه. نعم، ابرز هذه الطرق التي الى الان ذكرتها منقطعه اخي نجم، هل من طرق نعم. بديله اخرى يمكن لسالك الطريق ان يسلكها؟ نعم، الحقيقة للأسف يعني المناطق اللي هي منطقة كرشة ومنطقة الميناء في ولاية دبا تقريبا الطريق انقطع من بالقرب من الميناء، وبالتالي لا يربط الولاية بقية الولاية لمنطقة الولاية والميناء وكرشة. كذلك المنطقة أو الطريق المؤدي إلى السد نفسه، سد ولاية دبا، انقطاع الطريق هناك في هذا الشارع الرئيسي، وبالتالي يعني خلينا نقول المنطقة الشمالية معزولة عن المنطقة الجنوبية في الولاية إلى الآن. شكرا لك نجم بن عبد الله الشحي، كنت معنا من محافظة مسندم.